مشاهدينا سعيدة بلقياكم في حلقة جديدة من سينما بزاف. كما عودناكم دائما الفقرة الأولى كنكتشف فيها كواليس الأفلام المغربية أي نشاط سينمائي. اكتشفوا معنا اليوم فين حطينا الرحال. شوقي عبد اللطيف ممثل مغربي. ومرحبا بينا عندكم في صمت الذاكره. سي شوقي شاد اللوك؟ والله ما عرفت، هذا لوك ديال واحد لونتروبولوج اللي كان عايش في كندا، دونك وكان سافر بزاف لعند دوك لي تريبو وكاع المجتمعات البدائيه وداكشي داكشي باش تنشوفوا التطواج ديال واحد النوع ديال لي تريبو اللي كان عايش معهم، باسكو تقريبا هو عاش واحد 14 عام مع بزاف ديال القبائل وديال لي المجتمعات البدائيه القديمه. لحقاش كانت سي ريشيرش كانوا بازي على هذوك الناس. هذا البيرسوناج ديال واحد لونتروبولوج عادي، هو كيمشي يسافر كيمشي لكندا لحقاش تخاصم مع باه، باسكو با بون على ود الحاله الماديه ما كانش عنده الامكانيات باش يخليه يكمل قرايته مورا ليسونس. هو كان باغي يدير لونتروبولوجي، دونك هو كيتخاصم معاه وتيبقى بلوز اون موا اونتر بارونتيز حاقد على باه حيت ما عاونوش، دونك مشى بوحدو وبالامكانيات اللي قدر عليهم وهذا. مي فريمون فاش مشى قطع مع لا فامي وقطع مع البلاد لمده 20 عام. وبيان سور كانت عندو اون هيستوار دو امور ديال واحد السيده اللي مشات حتى هي تكمل قرايتها قبل ما يمشي هو، مشات لفرنسا، دونك هذاك الشيء اثر عليه. فاش مشى هو بحال دارها واحد القطيعه مع لي غاسين ديالو مع ليدونتيتي ديالو وعاش شخصيه واحده اخرى هو خلقها. هاجر كريكا ممثله خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. هاجر انا سعيده هذا النهار غادي ندير معك الاول مره انترفيو على قناه بزاف تي في. مرحبا بينا في مدينه العرايش. مرحبا بينا كاملين في العرايش. هاجر تحدثينا على لوغول ديالك في صمت الذاكره. في صمت الذاكره مع تسلام الكلائي كنلعب الدور ديال لامياء طبيبه، كيوقعوا لها بزاف ديال الاحداث، دور زوين دور مركب، داكشي اللي خلاني نتحمس انني نخدمه. و فوالا ما نزيدش تحرقيش تخلي سسبانس. وبالنسبه يعني لطبيعه الدور، واش اول مره كتلعبي هذا الدور بحال هكا ولا ديجا سبق لك يعني نقولوا التركيبه النفسيه ولا التركيبه يعني الدراميه ديال لوغول؟ لا هو الحقيقه دور مختلف على الادوار اللي فات لي لعبتها. اصلا لاج شويه كبير، هذه شي حاجه اللي فرحت بها. والدور بصح مركب، يعني فيه يعني لو بيرسوناج خدمنا عليه بزاف انا وعبد السلام، ماشي زعما غير جي وزطم. كانت فيه الخدمه وهضرنا عليه بزاف وبنيناه ايتاب باغ ايتاب. في دردشه يعني قبل مع سي عبد السلام قلنا ان الادوار هي مونولوج داخلي نوستالجيا فيها تركيبه نفسيه، يعني شي حاجه معقده شي شويه. صعوبه هذا الدور وتعاملك مع المخرج، واش المخرج كيسهل الدور حتى واخا كيكون صعيب؟ بطبيعه الحال انا الاشتغال ديالي مع عبد السلام ودايوغ هذه المره الاولى اللي كنخدم معاه اكتشفت مخرج بصح كيعطي المساحه للممثل وهو كيعاونك انك يعني زعما باش نهضر معكم بالمراحل كيفاش درنا الخدمه. قبل كاينه بريباراسيون مع الممثل على الدور، وهذه قليل فين كان كيعيط لك المخرج كيقول لك اجي نخدموا الدور قبل ما تبدا تصور، يعني كتهضر معاه دي فوا غير شويه في التليفون ولا كتلاقى وهذا. ولكن مع عبد السلام خدمنا يعني ركزنا على هضرنا في الاول على الدور زعما عامه اون جينيرال في وسط الفيلم في وسط القصه، من بعد بدينا كنهضروا على لي كاركتيريستيك ديال لو بيرسوناج، من بعد مشينا لو كوستيم، يعني صوبناه من كاع النواحي. بقينا زعما في الصراحه وكيخلي لك المساحه فين 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 تقترح، يعني عندك الحق تقترح شنو ما بغيتي، وهكا تنظن ان الممثل كيخدم مرتاح.
مشاهدينا كما قلنا لكم حنا في مدينه العرايش، كيحضر معايا المخرج ديال تيليفيلم صمت الذاكره، غنتعرفوا عليه. اهلا وسهلا، صباح بخير. الحمد لله. اولا هذه المدينه الزوينه في هذا النهار الرومانسي والظلام والشتاء، انا بعدا شخصيا فرحانه وعجبني الحال. مرحبا بك عندنا. مرحبا بك. شنو تقول لنا سي عبد السلام على فيلم صمت الذاكره؟ صمت الذاكره فيلم كيحكي على العلاقه ديال الناس بالذاكره ديالهم، وكيفاش الماضي كيأثر في الحاضر والمستقبل ديال الناس، وكيفاش الماضي ملي كتكون فيه بعض الاحداث اللي نقدروا نقولوا مثلا مؤثره او دراميه كتبقى مصاحبانا في الحياه ديالنا كاملين، عن طريق مجموعه ديال الشخصيات اللي كينتميو تقريبا واحد الاسره وحده، وكاين واحد العلاقه ديال الحب الى اخره، فكل واحد فيهم كيفاش كيتعامل مع هذا الماضي. كاين شخصيه ديال الاب السي عثمان اللي كيقوم بالدور ديالو سي محمد الشوبي، كيعاني من مرض فقدان الذاكره اولزهايمر، وبالتالي كيرجع لواحد الماضي قديم ديال الطفوله ديال ولادو وديال الشباب ديالو وديال واحد الصراع كان عنده مع ولدو الى اخره، وهذا هو اللي كيكون اذا بغينا نقولوا الحدث اللي كيفجر العوده للماضي الشخصيات الاخرين. ولدو كيرجع من كندا باش يقلب على الوالد ديالو اللي اختفى نظرا لانه ما كيعقلش على الاماكن اتسيتيرا، وفي هاد الرحله ديال البحث كتم واحد الرحله ديال الغوص داخل اعماق ديال هاد الشخصيات هادو والنفسيه ديالهم الى غير ذلك. تحس طائله اي نوع مثلا من الدراما تقدروا تصنفوا هاد الفيلم هذا؟ كنظن بانه ستاند درام سوسيال، دراما اجتماعيه، دراما اجتماعية ذات بعد نفسي. هو واحد الفيلم اللي عنده واحد الإيقاع هادئ جدا، واحد الإيقاع نوستالجي، لأنه كيتحدث على العلاقة ديال الناس مع الماضي ديالهم. ولا اختيار مدينة العرائش علاش؟ اختيار ديال مدينة العرائش علاش؟ لأن أولا المدينة ديالي أنا، ولد العرايش، وعشت حياتي كاملة في العرايش، وقريت برا بيان سور، وخدمت في مدن أخرين اتسيتيرا، ولكن عندي واحد انجذاب خاص للمدينة ديالي. لأن الوفاء ربما؟ طبعا وفاء زائد انجذاب جمالي، انجذاب جمالي لمدينة العرايش لأنها واحد المدينة جميلة جدا، عندها واحد، صحيح أن الجمال ديالها أصبح جمالا غابرا نظرا لأن شوية أهملت في الحفاظ على التراث المعماري ديالها، وفي الحفاظ على الإرث الحضاري والمناطق الخضراء اللي كانت فيها، ولكن باقا المدينة تحتفظ على ذاك الجمال الغابر بحال هذا المكان اللي كنصوروا فيه، اللي فيه النوع ديال المنازل وهاد الفيلات القديمة إلى غير ذلك. زائد أن المدينة ديال العريش بالنسبة لي كتعطيني واحد الإمكانية جميلة جدا على مستوى الموقع الجغرافي ديالها، حيت العريش فيها اون ميم طون فيها البحار، فيها الجبال، فيها الواد، فيها المدينة، فيها مناطق شبه قروية، فيها مناطق حضارية، فبالتالي هي بحال واحد البلاطو مفتوح واللي كيمكننا نصوروا فيه بتنقلات قليلة دون أن يكون هناك مضيعة في الوقت ديال التنقل إلى غير ذلك. آخر كلمة تقولها للمشاهدين اللي قبل مازال ما يشوفوا الفيلم، شنو تقول لهم على الفيلم أو باش كتوعدهم في هذا الفيلم؟ اولا كنتمنى انه يعجبهم، كنوعدهم بانهم غادي يشوفوا واحد الاداء ديال الممثلين مغاير تماما ما هو معهود في الدراما العاديه، بحيث ان الممثلين كيأديوا الادوار ديالهم بواحد النوع ديال لا سوبغيتي، واحد النوع ديال الهدوء، واحد النوع ديال العمق، واحد النوع ديال الاحساس. زائد ان كنظن بان الفيلم عيقيس واحد المناطق اللي ما سبق لاش تقاست في الدراما التلفزيونيه المغربيه، اللي هي مناطق ديال العمق النفسي، ديال النوستالجيا، ديال الاحاسيس، بنفس الشكل اللي غادي نتناولوها حنايا. هو هذا سي محمد الشوبي، مرحبا بك. انا سعيده هذا النهار كندير معك هذا الانترفيو، يعني مع نجم من نجوم المغرب. صمت الذاكره، شنو تقدر تقول لنا على لو رول ديالك في هذا الفيلم؟ صمت الذاكره هذا فيلم ديال عبد السلام قلاعي، اللي في الحقيقه كيمثلني عبد السلام قلاعي، وقت ما بغيت كنشتغل معاه كيعطيني ادوار اللي كان يعني كنجرب فيها راسي، كنقلب فيها على راسي، وكنقلب فيها على اشنو ممكن نضيف للمشهد السمعي البصري في المغرب من الناحيه الدراميه.
يعني كنلقى انه عبد السلام قلاعي كيختار لي ادوار اللي صعيبه ولكن اللي كتبغي الاجتهاد، كتبغي القوه ديال والحضور ديال الممثل. يعني ما كتبغيش داك الممثل اللي غير غادي يدوز على داك لوغول هكاك وصافي، كتبغي واحد اللي يبقى يكون عنده لا ريشيرش، يكون عنده ديك ديال يعني ملكه البحث في يعني في الشخصيه. لوغول ديالك في صمت الذاكره هو السي عثمان، اللي هو صمت لي الذاكره نيت، لانه السي عثمان هذا واحد المدرس هجروا مات ليه مراته وهجروا ولده، لانه كان ولده كان تيعتقد على انه يعني باه ما كيحملوش، باه ما بغاش يخليه يدير بزاف ديال الاشياء، ومشى هجروا وبقى 20 عام خدا تقاعد نسبي، هو 20 عام وهو جالس في الدار ما كيخرج ما كيدرج ما تيدير حتى شي حاجه. السيد اللي تقريبا يعني ما بقاش بدا تيجيه الزهايمر وما بقاش كيعقل على حتى حاجه، ولا تالف وبغى يرجع لذاكرته الحقيقيه، بغى يرجع لديك الايام الاولى اللي كانت باقيه مدام ديال تحية، باقي ولادو كلهم دايرين به، وكيحاول انه يقلب في ذاكرته، ولكن مع الاسف انه يعني الشيخوخه وحتى يعني الاهمال طالو ما بقاش قدر يكمل الطريق. شو بشنو هو سر نجاحك في تجسيد مجموعه من الادوار رغم اختلافها؟ كنظن انه الحاجه الوحيده اللي السر الوحيد اللي كينجح الممثلين هو الاجتهاد، والثقافه عامه، يعني كيكون الانسان مفتوح على جميع الفنون الاخرى بطبيعه الحال، من تشكيل، من شعر، من موسيقى، من مسرح، من اي حاجه، ويشتغل بجد، يشتغل بجد وبأونيستي، يعني بواحد شويه ديال النزاهه مع 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 الجمهور، لانه الجمهور تيحس بالانسان اللي ماشي نزيه، اذا كخصك دائما تعمق يعني باش تعطي للجمهور احسن ما عندك، لانه الممثل حرفته هي لو بارتاج، ويقتسم الاشياء، العواطف، الاحاسيس، يقتسمها مع الجمهور. سي شو بشنو هي الشخصيه التي ما زلت تحلم بادائها؟ دابا مفتوحه لي الشهيه في الحقيقه انني يعني نشخص واحد المجموعه ديال لي بانتر ماروكان، واحد المجموعه منهم الغرباوي، منهم الشرقاوي، منهم بالكاهيا، منهم شبعه الله يرحمه، هاد الناس كلهم الله يرحمهم اللي كانت عندهم يعني كانت عندهم قضايا حاملينها. وهنا بغينا نفكروا ان الفن التشكيلي يدخل للسينما ويدخل بواحد يعني بواحد القوه. بالاضافه لسميتو ما كرهتش نشخص واحد شخصيه في الروايه ديال السي محمد خير الدين الله يرحمه، الروايه ديال اغونشيش، اللي زعما في الحقيقه ملي قريتها كنت كنحلم نلعب هذاك لورول، نلعب هذاك الدور ديال الحسين، لانه دور قوي، دور حقيقي مغربي، فيه جميع المكونات ديال الهويه المغربيه، وفيه بحث خطير جدا، لا في الناحيه من ناحيه اللغه، لا من ناحيه الاداء، لا من ناحيه كل شيء. يعني كنتمنى ان شي سيناريست يكتب هذا ويتقبلوا شي مخرج ويطلبني نشتغل هذا الرول. سي محمد شوبي، في نهايه الحوار ديالنا بغيتك توجه تحيه خاصه لمشاهدي قناه بزاف تيفي. تحيه لمشاهدي قناه بزاف تيفي، وكنتمنى لكم يعني انكم تستمتعوا يعني بالفقرات ديال هذه القناه، وكنتمنى انه يكثر عندنا نوع الاعلام الحر المستقل والاعلام المثقف، وشكرا للجمهور ديال بزاف تيفي. سي شوبي، انا غنغتنم الفرصه وغندير انا وياك سيلفي. أخا مرحبا، انت غتصورنا. يا مرحبا. إذا رجعنا لكم مشاهدينا، ودابا وصلنا للنوستالجيا. الفيلم اللي اختاريت لكم اليوم هو فيلم حدث، تم إنتاجه سنة 2004. الفيلم يحمل عنوان تروي، أو بالعربية طروادة. هذا الفيلم هو فيلم مقتبس من أسطورة يونانية إغريقية، لكن الجميل أنه ضم مجموعة ونخبة من الممثلين العالميين. تفاصيل أكثر غادي نخليكم تكتشفوها في هذا التقرير. Nearly 3,000 years ago,
The passion for one woman ignited the greatest battle ever fought for love. فيلم تروادا هو فيلم أمريكي من إنتاج سنة 2004 مقتبس عن ملحمة هوميروس الإلياد. القصة تحكي حصار مدينة تروادا، والفيلم يضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم براد بيت، إريك بانا، أورلاندو بلوم، شون بين وبيتر أوتول. الفيلم يحكي أيضا أحداث حروب التروادا المقتبسة من الأساطير الإغريقية. مخرج الفيلم هو المبدع والمنتج أيضا ولفجانج بيترسن. رشح الفيلم ل 18 جائزة الأوسكار، يحصل فقط على 3 منها. بلغت مداخيل الفيلم ما يناهز 479 مليون و 378 ألف دولار أمريكي. مشاهدينا، وصلنا لفقرة مهنيو السينما. ضيف اليوم هو ضيف خاص، هو يعتبر حاليا من أهم المخرجين المغاربة الشباب. الكل كيتوقع له مستقبل زاهر، وأنا شخصيا الفيلم ديالو سمعت عليه قبل حتى من لابون بخوميغ ديالو، فبزاف الناس عرفوني على من كنهضر. كيشرفني أنني نستضف للمرة الثانية في سينما بزاف مراد الخودي. مراد مرحبا بك. شكرا مجدة، مرحبا. شرفتينا وشرفتي الاستوديو. مرحبا، ميرسي بوكو. مراد، قبل ما نهضروا على فورماتاج ونهضروا على التليفيلم، انا دائما كنقول اريد ان احكي القصه من البدايه، يعني الموهبه ديالك كمخرج او دخولك لعالم الفن تعاود لنا كيفاش كان. سؤال يذكرني بواحد الانكدوت وقعت غريبه جدا. انا الدراسه ديالي كانت في الفنون التشكيليه. واحد النهار وانا جالس كندير لا بانتور، كان في الدار في الاتيلي ديالي، كيوقفوا عليا واحد جوج الاولاد صحابي سارقين الكاميرا من ليكول دي بوزار. مراد عندنا كاميرا خصنا نديروا فيلم، الفيلم اللي بغيتي ديرها الكاميرا ديالو. دونك عندك، كانوا عارفين ديجا ان عندك هذا فعلا كان الحب الولع للسينما والكتابه السيناريوهات، هادشي كندوي عليه دابا تقريبا في 1995، تقدر تكون هذه 20 سنه. إذا مع 8 الصباح ولا 8 ونص الصباح عندنا كاميرا، ما عندنا، سارقينها من ليكول دي بوزار، ما عندناش سيناريو، ما عندناش ممثلين. في الخمسة ديال العشية كان مصور كور ميتراج سميتو اون اوتر ديمونسيون دو لا مور 1995. يعني كلشي قياسي. في نهار، في نهار تصوب الفيلم تمونطا الغد ليه وصافي، ولا عندك ان كور ميتراج. والغريب هو انه طلبنا واحد السيد صاحبنا كان خدام في دوزام باش يصوب لنا انجينيريك، وصوبوا حتى هو تخبيه في هذيك الليل، صوبوا تخبيه وكتب لنا اون اوتر ديمونسيون دو لا مور، كتبها لنا اون اوتر ديمونسيون دو لا مور بالتي، وما قدرناش نبدلوها وبقات في الجينيريك. وباقا في الجينيريك. هذا هو الغريب. كان اول عمل ديالك؟ كان هذا هو اول عمل، وكان جميل. بالسينما واش كان يعني مين كنتي صغير ولا حتى كبرتي حتى دخلتي ربما من الصغر؟ خليل الله يرحمه كان كيدينا في كل اسبوع، كان هو مولوع بالسينما بزاف، وكان كيدينا للسينما. كنا كنسكنوا في الحي المحمدي، وكيدينا للسينما السعاده كل اسبوع، كيشري لنا الحمص والزريعه، وكيدخلنا نتفرجوا في السينما. وتما بدات اول بداياتي مع الافلام الدوليه. وعلاش الاخراج وماشي التمثيل؟ علاش الاخراج وماشي التمثيل؟ انا ما عمرني ما اختارت فين نتوجه، بل كان تلقائي انني نتوجه للكتابه والاخراج. ومجموعه من الممثلين في ادارتي ليهم كيقول لي مراد علاش ما كتبغيش تمثل؟ كنقول لهم خليكم تمثلوا انتم وخلينا حنا نديروا الاخراج والكتاب، خلي كل واحد يدير خدمته. واخا من بعد هذا الكورميتراج الاول كي درتي دخلتي يعني لعالم الاحتراف؟ بديت في 2000 درت لو برومي اللي نقدر نقول لو برومي كور ميتراج بروفيسيونيل اللي كان اون 35 ملم اللي كان سميتو لو كابورال. وبقيت من هذيك السنه وتقريبا كل عام عام ونص كان كيكون عندي ان كور ميتراج، حتى وصلوا عندي 12 كور ميتراج. 12 كور ميتراج. اوكي، وفوقاش انتقلتي للتيليفيلم ولا للمونتاج؟ ربما كانت ديك الساعه ما نعقلش لي دات بالضبط. اول سلسله كانت هي السلسله اللي كنا درناها مع سي محمد الكراط البعد الاخر،
مع في القناه الثانيه واللي دارت 4 سيزون الحمد لله حتى هي كان عندها واحد النجاح كانت سلسله ناجحه ودارت 4 سيزون دونك فيها اكتشفنا عوالم جديده من يعني سينمائيه وخا حنا في التلفزيون كنا كنشتغلوا كاين ديما حنا حبنا للسينما في المغرب حنا في التلفزيون كنشتغلوا سينما دونك حنا ديما كنبغيو السينما ومن تما جي انشيني دي في لا تيليفزيون في مجموعه من الاعمال واخا مراد نقدروا نديروا واحد المحطه مهمه غادي نديروها اكيد في الفيلم الحدث انا غنسميه هو فورماتاج فورماتاج يلا هادي واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ كان لافون بروميير ديالو تقدر تهضر لنا عليه واللي ان شاء الله لو 20 لو 25 مارس غادي يكون بالقاعه السينمائيه اليوميه لليوم نورمالمون لو 25 مارس كيبدا في القاعه السينمائيه واللي داز نهار 2 في اون افون بروميير في سينما لانكس في الدار البيضاء الحمد لله انا جد مسرور بهذيك لافون بروميير اللي دازت هو اول لون ميتراج وهذيك لافون بروميير دازت واحد يعني بواحد النجاح كبير الحمد لله ونتمنى ان النجاح اللي في لافون بروميير يكون هو النجاح اللي في القاعات مع الجمهور العريض فيلم فورماتاج كيدخل في خانه السينما الافلام التشويقيه الافلام اذا صح التعبير الهيتشكوكيه اللي ربما نمط قليل في السينما المغربيه وكنحاول انني كنبغيه من اول من بدايات الاعمال ديالي وبقيت مصر 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 باش نوصلوا للجمهور الكبير والجمهور العريض واليوم راه هو كاين دابا في القاعات وكنتمنى الجمهور يستمتع به كثير مراد انا غنبدا معكم اول حاجه اللي كنشوفها هي لا بوندانونس شخصيا شفت لا بوندانونس اول حاجه دارتني هي تصوير مختلف الوان مختلفه حتى الموفمون كيجينا معودينش حنا على داك لو ستيل في السينما هو الحمد لله انا الاول ان السينما المغربيه تطور ويوليو حنا عندنا افلام حديثه جديده نوليو حنا كنبغيو الفيلم المغربي لان وقع فعلا واحد النفور ما بين الجمهور والمغاربه خصنا نحاولوا اننا نرجعوا هذاك لو بوبليك بوبليك ولا فاهم بزاف ولا كيتفرج في الافلام الدوليه لو دي في دي دابا كيسوى 4 ديال الدراهم دونك البوبليك المغربي سابقك في الفيلم الهوليودي اذا خصك الا ما درتي قدمتيش ليه فيلم من في مستوى كبير لا في الحكايه ولا في التصوير ولا الا ما هزيتيش لا باغ تخيو لو بوبليك غادي يهرب منك دونك هذاك هو الرهان اللي كان خصنا نلعبوا عليه واللي كان خصني نخدم عليه كثير هو لو كوتي تكنيك فورماتاج اشتغلت بواحد يعني بواحد العناء كبير انني نقدم للجمهور فيلم ذو جوده عاليه في من حيث التصوير ومن حيث يعني التقنيات والسيناريو السيناريو ما نقدرش نشكر السيناريو ديالي ولكن السيناريو هو من واحد النوع غريب السيناريو اللي كيخليك كتبدا القصه من الاول وانت تبحث عن النهايه من بدايه الفيلم الى اخر الى يعني الى الدقيقه الاولى الاخيره في الفيلم سي سان سيناريو كي تيان اون الين لو بوبليك من الاول حتى الاخر المواضيع الموضوع حاولت انني نتناقش على موضوع اللي هو طابو بشكل كبير لاستغلال المرضى النفسيون اللي كنسميهم انا السجناء النفسيون في الزوايا اللي مكبلين بالسلاسل واستغلال ديالهم جسديا جنسيا وماديا وفكريا واستغلالهم كتلقى ان بيرسوناج كيجي من هذيك الزاويه كيلقى راسو في عمليه مخابراتيه كبيره كيلقى راسو في قصه بوليسيه كيلقى راسو الرجل البسيط جدا كيلقى راسو داخل في واحد العمليه كبيره عليه بزاف هو ما قداش وملي كنسمعوا دائما فورماتاج كنفكروا فانه سي تان فورماتاج دان دان اورديناتور ولا دان تروك عنده ارتباط بلا تكنولوجي فوالا مي هاد لو فورماتاج هذا ديالنا حنا في هذا الفيلم سي لو فورماتاج دان سيرفو اومان راجل كيلقى راسو ما عارفش راسو شكون هو وما هي حقيقته ما بين واحد السيده اللي كتقول ليه بان هي الزوجه ديالو وما بينات المخابرات اللي كيحكيو ليه حكايات اخرى والبوبليك كيبقى حتى هو كيعيش لو فورماتاج كيبقى يعيش مجموعه من القصص فورماتاج انستالاسيون حتى للنهايه اجي ما لاحظتيش ان الفيلم قصه الفيلم فيها شويه المغامره باسكو قصتي دابور قصتي واحد لو تيم تابو وي وحنا هذا يعني الدين اون جينيرال ولا الزوايا والاستغلال يعني الدين او الزاويه سواء كيما كان هذا النوع ديال الاستغلال ربما هو موضوع حساس فما خديتيش شويه ما كنتيش مغامر لا بد من المغامره في السينما لان الجمهور ديالنا يحب المغامره ويحب الجراه فعلا اذا كنت جريء كيبغيك الجمهور وصل الوقت اننا شي حوايج اننا خصنا نتكلموا عليهم ندويو بجراه على الدعاره المغربيه
على الـ على الـ على المغاربه وشنو كيديروا في الخليج، وعلى المغاربه وشنو الخليجيين وشنو كيديروا في المغرب. وصل الان الاول اننا نناقشوا مواضيع اللي مسكوت عنها، وصل الان الاول اننا ندويو على مشاكل سجنائنا في البوليزاريو، انا الاول اننا ندويو على الزوايا المقننه اللي كتمشي. انا مشيت للزاويه بويا عمر وكنكتشف بان الجوندارم واقف ومنعني انني نصور، اذا هذا راه مقنن، راه كاين الشيخ ديال المنطقه، كاين عامل المنطقه، وكيشوفوا هذوك الخروقات اللا انسانيه، وكيشوفوا هذوك الاستغلالات وهذوك السجون المقننه. اذا انا الاول اننا نقولوا بركه. انا بدا شخصيا تشوقت نشوف الفيلم مراد. مرحبا بك. فمراد اكيد الاعمال تبارك الله يعني عندك كثيره والبروغرام، فقلتي لي بروشينمون غادي تدخل ان اوتر تورناج لو ا بارتير دو 4 بروشان، غادي ندخل في التورناج ديال واحد التيلي فيلم مع القناه الثانيه. نفس يعني نفس الستيل ديالك ولا غتخرج هذه المره من الستيل؟ لا كنحاول انني هو قصه انسانيه اللي كتكلم على الهجره السريه، اللي هي قصه واحد المراه اللي ماتوا لها جوج الاولاد في الهجره السريه، واليوم في هذا النهار الثالث مرشح جديد للهجره السريه يجب منعه في هذا اليوم. دونك دائما لو سسبانس، دائما الاشياء الانسانيه، دائما القصص الانسانيه، دائما السؤال، دائما واش وما هي الحقيقه حتى الاخر الفيلم. اذا البحث الدائم عن الحقيقه. وضع السؤال دائما. مراد غادي نعطيك بعض الكلمات وبغيتك توصفها لي او يعني تدير لي كومونتير عليها. سينما الأمريكية رائدة. سينما المصرية ما كنشوفهاش بزاف، ولكن أعلم بأن المغاربة ترباو في السينما المصرية. المخرج القدوة ديالك سكورسيزي. الشخص اللي كتدير له بأنك اليوم أنت مراد الخودي. الزوجة ديالي. الحلم اللي مازال ما تحققش. ندير ان غران فيلم ويجمعوا فيه عدد كبير من لي غران ديال المغرب. تبغي توجه رساله لكاع الناس اللي وكاع خصوصا انا كنركز على كل شاب او شابه عنده حلم يدير الاخراج، شنو تبغي تقول له؟ ما ما ما, ما تسرعش وما تزربش، وخلي الاشياء كتجي في وقتها، ويجب الاشتغال بالحب وبالتفاني. إلا بغيتي توجه تحيه للناس او توجه لهم رساله على فورماطاج، انا غنخليك انت اللي غتنهي سبيسيال هذا النهار. مراد انت اللي غادي تنهي هذه الحلقه. فمرحبا بالجمهور ديالنا اللي كيتبعنا، واللي لولاه ما يمكنش نكونوا حنا، لاننا ما كنشتغلوا الا للجمهور. فمرحبا بكم تشوفوا فيلم فورماطاج، هو فيلم لكل العائله، فيه لو سسبانس، فيه لاكسيون، فيه ليمور نوار. دونك مرحبا بكم، جيو تساندونا وجيو تستمتعوا معنا. الفقرة الأخيرة مشاهدينا، واش في راسك؟ الخبر اللي جايب لكم اليوم هو خبر عن السينما المغربية والفيلم اللي حقق أكبر نسبة مشاهدة وأكبر نسبة مداخيل أيضا في المغرب، هو فيلم لإبراهيم الشكيري، الفيلم كنا كنعرفوه الطريق إلى كابول. هو فيلم يجمع بين الكوميديا والسياسة، لكن التلقائية ديال الممثلين وأيضا الإبداع ديال إبراهيم الشكيري خلاه فيلم حدث في تاريخ المغرب. إذا في انتظار أفلام أخرى غنضرب لكم موعد أنا الحلقة المقبلة بحول الله دائما على قناة بزاف تيفي.